بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله مساءكم أحبتنا الكرام وين ما كنتم تابعونا. هذا الترحيب بكم لكل من يتابع برنامجنا كالعادة من 8:30 حتى 10:00 مساء يوميا. فعاليات مختلفة وأنشطة مختلفة هنا بمركز البلدية الترفيهي وأيضا خارج المركز. هناك جمهور كبير يستمتع بهذه الفعاليات وبهذه الباقة المنوعة التي حرصت بلدية ظفار على تنويعها وتقديمها بشكل سنوي بتجديد وتطوير هنا لكل الزوار، سواء كانوا من الغالي عمان أو حتى من خارج السلطنة. اليوم المرحلة قبل الختامية من مسابقة فن السيف، وجمهور كبير اليوم حاضر معنا لمؤازرة وتشجيع ذويهم وأهاليهم وأيضا للاستمتاع بكل هذه التفاصيل التراثية الجميلة. نرحب بكم ونمسي بالخير على لجنة التحكيم وأيضا الجمهور الحاضر معنا، ومساء الخير سوسن. مساء الأنوار عبد الله، مساء الأنوار أيضا لكم مشاهدينا الأحبة، مساء الأنوار لكل الحاضرين المتابعين اليوم معنا في مسرح الولايات في مركز البلدية الترفيهي ومسابقة الرقيد التي لها جمهور خاص متذوق جدا لفن السيف، وأيضا جمهور خاص لبعض المتسابقين. هكذا كل متسابق من بداية المسابقة ومع أدائه الأفضل ومع تقدمه احتفظ بجمهور ومتابعين له من خلال هذه المسابقة. أيضا لجنة التحكيم سعيدين أن نكون معاكم اليوم من جديد، مساكم الله بالخير والله يعينكم ويوفقكم إن شاء الله مع المرحلة قبل الأخيرة إن شاء الله. إن شاء الله المرحلة القادمة راح تكون مرحلة حاسمة، ولكن أيضا هذا المساء مرحلة حاسمة بشكل جدا مختلف. نتمنى التوفيق للجميع وإن شاء الله الجميع سيستمتع بما سيقدم من خلال مسابقين الليلة أو من خلال فقرات برنامجنا لهذا المساء وبرنامجكم مساء المهرجان. طبعا ما شاء الله أشوف الإعلام وأشوف يعني كثير من كل واحد عنده رابطة أتوقع اليوم، والجمهور مستعد لهذه المسابقة الجميلة فن السيف. أحب طبعا الأطفال كل حلقة يزيد عددهم حابين يشاركوا هذا الفن الأصيل، حبيت أوجه لهم تحية. بيكون معانا عبد الرحمن عامر تبوك وحفيظ سالم باعلوي، أحمد محمد حفيظ باعلوي، سعيد محمد سعيد الهلالي، بشار سعيد الهلالي، إياد محمد صفرار، وعلي أحمد قطن، وعبد الرحمن علي قطن، وهيثم أحمد الهلالي. هؤلاء الأطفال حابين يزورونا وحابين يستمتعوا بهذا الفن الجميل. طبعا للعلم يعني هم مش متسابقين وإنما مشاركين. نبدأ حلقتنا بسم الله وتوكلنا على الله وبالتوفيق للمتسابقين ولجنة التحكيم ومع الأطفال والهبوط. خليكم معنا. من عز الطرب يا مرحبا باللي وصل، أهل الكرم
هدايا كثيرة مع برنامج مكاسب من عمان تيل. احصل على مكالمات مجانا، الانترنت مجانا، رسائل نصية مجانا، تخفيضات على الفواتير، قسائم شرائية. مرحبا بك في عالم من المزايا مع برنامج مكاسب من عمان تيل. للتسجيل اتصل على نجمة 224 مربع او تفضل بزيارة www.omantel.org. مرحبا بكم الى مستقبل السفر الجوي، مقاعد درجة رجال الاعمال المريحة، وسائل ترفيه متعددة، وقنوات فضائية مباشرة تبث عبر الأقمار الاصطناعية، الضيافة التي لا تضاهى مع أشهى الأطباق المخصوصة والخدمة المتميزة. أول طيران في العالم يوفر خدمات الإنترنت والهاتف المحمول معا. رفاهية مطلقة في الأجواء مع مقاعد تتحول إلى أسرة مريحة. مرحبا بكم في درجة رجال الأعمال على متن الطيران العماني. عزيزي السائح، تمهل في القيادة أثناء زيارتك لمحافظة ظفار خلال موسم الخريف، نظرا لكثرة الضباب ووجود الحيوانات العابرة لمسارات الطرق. مع تحيات وزارة السياحة. 1500 دقيقة من المكالمات المحلية من خدمة شهري مذهل، لكن النورس رأت رغبتي بالتواصل مع أصحابي في الخارج فأعطتني المفتاح لفعله. ها هم الآن كأنهم أمامي، أتواصل معهم دوليا بنفس الدقائق المحلية. ونرحب بكم من جديد احبتنا الكرام، تحيه لكل من انضم الى متابعتنا الان. ان شاء الله متواصلين حتى العاشره من هذا المساء الجميل، من هذا المساء الذي يزخر عاده بهذا الجمهور في يعني فعاليه جميله، فن السيف. ضمن فعاليات مهرجان صلاله السياحي نعلن الان المتاهلين طبعا، او افضل خمسه رماة لكبار السن او ايضا لصغار السن لعام 2014، وايضا هي فعاليه من فعاليات مهرجان صلاله السياحي. افضل خمسه رماة كبار السن: عبد الله عمر سمحان الكثيري، ومحسن بن سهيل غواص، وسعيد بن محمد الدرعي، وسليم بن محمد المسكري، وناصر بن مبارك الوهيبي. أما بالنسبة لأفضل خمسة رماة صغار السن: سعيد محاد المسهلي، وهمام علي عامر بيت سعيد، وسالم علي محاد المعشني، وسعيد محمد المسهلي، وخالد محمد مسلم قداد. وبكرة إن شاء الله في ميدان ريسود تمام الساعة 7 صباحا ستكون هناك قبل النهاية وتحديد الأفضل للمرحلة الختامية. الكل مدعو أيضا لمحبي هذه الهواية. احنا مستمرين معاكم وفن السيف، وأيضا إن شاء الله لجنة التحكيم جاهزة، الجمهور جاهز، والجمهور المتابعنا أيضا خلف الشاشات جاهز لمتابعة المرحلة قبل النهائية لهذا الفن الأصيل. فن السيف فعلا فن أصيل وقديم، والجميل أن حتى الصغار لهم الشغف أنهم هم يمارسوا هذا الفن ويشاركونا به مثل ما شفتوا في بداية حلقتنا. أجواء الرذاذ، أجواء الخريف الجميلة هنا في صلالة هي جميلة، وزدان مسرحنا بها مع مسابقة فن السيف والتنافس جدا قوي بين المتسابقين. لجنة التحكيم من جديد ربي يسعد مساكم، وأكيد هذه المرحلة جدا حاسمة. أستاذ محمد علي النهاري عضو في لجنة التحكيم، أيضا أستاذ علي بن أحمد قطن، أستاذ أحمد بن سعيد كثيري، أستاذ مهدي بن سعيد الحمر، أستاذ أحمد بن عبد الله اليافعي، لكم كل التحايا. جميل نسمع منك تعقيب أستاذ محمد النهاري بالنسبة لهذه المرحلة، المرحلة قبل النهائية، التطورات الحاصلة في هذه المرحلة، والملحوظ أيضا من استعدادات المتسابقين
وما المتوقع أيضا منهم إن شاء الله من قبلكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن كانت من كلمة أولى تحسب لنجاح هذه المسابقة أولا، نعم، وإعطاء لهذه المسابقة الأهمية القصوى من قبل اللجنة الرئيسية لمهرجان خريف صلالة 2015 إن شاء الله. نتمنى أن تبقى هذه المسابقة إن شاء الله. هذا اثنين. ثلاثة، أهني وأنا كرئيس اللجنة وأعضاء اللجنة فردا فردا أهني كل من وصل معنا إلى هذه المرحلة قبل النهاية، ولكني أقوم تجليلا واحتراما للجمهور الكريم، وأنا أشكرهم، أشكركم جميعا. أنتم من وراء النجاح لأبنائكم، وأنتم المساهمين الحقيقيين لهذه المسابقة ستفرضونها إن شاء الله. تحية. صدقت في كلامك أستاذ محمد، والملحوظ دائما من بداية المسابقة جمهور جدا قوي حاضر في كل حلقة ليثبت أن هناك إعجاب ومتابعة واهتمام، ولا بعد شيء منهم حتى يمارسوا فن السيف لكن جاي يشوفوا أخوانهم وأصدقائهم ويشجعوهم. نعم، هناك ملاحظة فضل التي تذلق لها الصدر، وأنا أشكر على رأس هذه التعاون الذي قائم من قبل المخرج، المخرج المتميز قيس المهيوب باعمر، على وجود الشبل الصغير، الأطفال، البراعم بحد ذاتها هذه لفتة جيدة لغرس هذه العادات والتقاليد. نحن محتاجين وفي حاجة أشد لأن نبقى على تراثنا كما هو وأن نستمر عليه، لأن ذلك الماضي هو حاضرنا وهو مستقبلنا إن شاء الله، والذي نسير عليه تحت هذا الأمن والأمان وبوجود إن شاء الله بصحة وعافية جلالة السلطان. آمين. إن شاء الله. آمين. صحة وعافية. آمين. شكرا أستاذ محمد، يعطيك العافية. تحية لكل الأعضاء المتواجدين عندك. طبعا يعني لاحظناكم، يعني تفاعلتم مع الأطفال اللي شاركوا معنا في فن السيف، وأيضا الجمهور تفاعل معهم، وهذه بادرة طيبة إن شاء الله للحفاظ على هذا الموروث العماني الأصيل. نبدأ حلقتنا بدخول الهبايب الثلاثة، هبوت المدن وهبوت الريف وهبوت البادية. أريد أسمع تحية من الجمهور للهبايب، فليتفضلوا معنا. سيدي الله معك دايم ينصرك، واحنا العساكر والجنود، واحنا العساكر والجنود. وسلامنا اول كلام يا نسمة الكرام، وارواحنا نتله نجود، وارواحنا نتله نجود. يا سيدي الله معك دايم ينصرك، واحنا العساكر والجنود، واحنا العساكر والجنود. وسلامنا اول كلام يا مرحبا باللي وصل، أهل الكرامة والنزاهة.
الهبايب اللي وصلوا ونوروا، أكيد هذا الوصول إعلان بداية المسابقة اليوم، اللي إن شاء الله راح يتأهل اليوم راح ينافس اللي تأهل في الحلقة الماضية، وراح يتقابل إن شاء الله في الحلقة الأخيرة السبت القادم، راح يكون نهائي مسابقة فن السيف. تابعنا الحلقة الماضية بشغف وشفنا الحماس جدا رائع من جمهور رائع حاضر معنا وتجدد لقاء اليوم معنا، لكن من اللي تأهل معنا؟ الكل ينتظر المتأهلين من بيئة المدينة أو هبوت المدينة وهبوت البادية وهبوت الريف. راح نعلن لكم عن أسماء المتأهلين من هبوت المدينة. ثلاث متسابقين تأهلوا معنا وهم: ألف مبروك لي علي بن مسلم بن علي العوائد، وأيضا مبروك لوديع بن سعيد بن عامر قطن، والله وديع محظوظ بهالجمهور استاهل. وأيضا مبروك للمتأهل الفائز سعيد بن أحمد بن محاد تبوك، ألف ألف مبروك. طبعا المتأهلين بالنسبة لهبوت المدينة للحلقة الماضية، من الحلقة الماضية طبعا تأهلوا معنا للحلقة القادمة إن شاء الله. البيئة البدوية أو هبوت البادية تأهل معنا، نقول مبروك لعبد الله بن سالم بن ناصر الحمر الكثيري، ومبروك لغيث بن سالم بن محمد الحمر الكثيري، كما نبارك لأحمد بن محمد بن عبد الله الحمر الكثيري، ألف مبروك. من بعد هبوت المدينة وهبوت البادية وش بقى؟ أحسنت، الريف. اللي فاز معنا من هبوت الريف تأهلوا معنا خمس متسابقين وهم: مبروك لي مسلم بن أحمد بن سهيل الكثيري، ونبارك أيضا لأحمد بن سعيد بن عامر قطن، والمتأهل الفائز الثالث نايف بن بخيت بن علي فاضل، وأيضا الرابع معنا مكرر، اثنين حصلوا على نفس النتيجة نفس النسبة واحتلوا المرتبة الرابعة أو تأهلوا هما بنفس المستوى، وهم عارف بن علي بن مسلم العمري، ومبروك أيضا لبخيت بن سالم بن أحمد قطن، ألف ألف مبروك لهؤلاء الذين تأهلوا من هبوت الريف وأيضا البادية والمدينة. نبارك لكل المتأهلين معانا. هذا طبعا قرار لجنة التحكيم، أنا وسوسن والمخرج والمعد وكل طاقم البرنامج ما لنا علاقة، أستاذ محمد أستاذ علي أستاذ أحمد أستاذ مهدي هم اللي اختاروا، أستاذ أبو عبد الله أيضا، فنتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. المؤدين اليوم أول متسابقين أيضا راح نعلنه في الحلقة القادمة، أتوقع اليوم قبل الختام والقادمة إن شاء الله راح تكون الختامية. المتأهلين اليوم والمتأهلين من الحلقة الماضية إن شاء الله راح يتنافسوا في الحلقة القادمة، وهي ختام لمسابقة فن السيف، وهذه دعوة من الآن نوجهها لكل الجمهور المتابع معنا والجمهور الحاضر أن يتواجد معنا إن شاء الله يوم السبت القادم لحضور نتائج فن السيف ولمعرفة الفائزين بهذه الجوائز، إن شاء الله جوائز تكون قيمة من إدارة مهرجان صلالة السياحي. نبدأ جمهور. أول متسابق معانا من هبوت المدينة، يتفضل معانا محمد بن أحمد بن محمد البرعمي.
بداية موفقة وجميلة لمحمد، ويتفضل معنا المتسابق الثاني عبد الله بن عامر بن سعيد حردان. تحية لعبد الله. أما الآن نرحب بالمتسابق محمد بن أحمد عامر قطن، فليتفضل. والآن يتفضل معنا المتسابق محمد بن سالم بن عامر كربوش الكثيري. شكرا محمد، يعطيك العافية. أما الآن نرحب بالمتسابق خالد بن سعيد أجهام الهلالي. ومن دون بالأرواح عن غالي
ومع نور الألعاب النارية في سما مركز البلدية الترفيهي نوصل لآخر متسابقين والأداء الثنائي ضمن هبوط المدينة. نرحب ب محمد بن عبد الله اليافعي وأبو بكر بن سالم بن محمد اليافعي. أقيم على مسرح الساحة العامة بمركز البلدية الترفيهي حفل ختام معسكر شباب الأندية برعاية معالي السيد محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار، وبحضور معالي الشيخ سعد بن محمد المرضوف السعدي وزير الشؤون الرياضية، وسعادة الشيخ سالم بن عوفيت الشنفري رئيس بلدية ظفار، رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات مهرجان صلالة السياحي 2014، وبحضور عدد كبير من المهتمين بحركة الشباب في السلطنة. نحمد الله سبحانه وتعالى على الختام المعسكر. المعسكر بدأ من تاريخ 16 أغسطس لغاية 23 أغسطس. تخلل المعسكر عدة فعاليات وبرامج كانت منها العلمية والترفيهية وكذلك أيضا السياحية. اشتمل على المحاضرات والحوارات مع المسؤولين وكذلك الورش العلمية، استفاد منها الشباب من خلال هذه الورش، وكانت نتيجة هذه الأعمال من خلال المعرض، حيث استعرض الشباب أعمالهم وإنجازاتهم التي أنجزوها خلال فترة المعسكر الناتجة من ورش العمل التي قدمت لهم في فترة تواجدهم. حقيقة الأمر الاستفادة كبيرة صراحة من هذا المعسكر. هذا المعسكر يطور ثقافة ومهارة وخبرات الشخص من خلال الورش اللي أخذناها. أنا شخصيا دخلت في ورشة الكهرباء، استفدت الطريقة العملية في توصيل الدوائر الكهربائية، وأيضا كونت ثقافة أو خلفية لما تحتويه أسس الكهرباء العامة. دخلت في ورشة للتصوير الضوئي،
هذه الورشة غيرت كل التفكير اللي كنت أنا أفكر فيه في الماضي عن التصوير، وصرت الحين خلاص أطمح أني أنا أشيل كاميرا، وأن أنا أهدف يعني أهدف أن أكون معي الكاميرا هذه وأروح أصور المناظر الطبيعية. طبعا هذه الورشة صقلت فيه مهارة التصوير وخلت هذا التصوير عندي يكون كالموهبة. تضمن حفل الختام كلمات مدير عام الشؤون الرياضية بمحافظة ظفار، تلتها كلمة شباب المعسكر، وبعدها تم تكريم المشاركون في المعسكر. المعسكر صراحة لا يمكن أن نحصر الفوائد التي نستفيد من هذا المعسكر، بكون المعسكر يشتمل على مجموعة من المجالات، منها المجال الاجتماعي، المجال الثقافي، المجال الرياضي والاجتماعي. فمن خلال المجال الفني مثلا، فكانت أن عدة من الورش، 8 ورش تقريبا في مجال التصوير، مجال المونتاج، ومجال الميكانيكا، وأيضا في مجال الهندسة. فلقد استفاد الكثير من الحمد لله الشباب والتعرف على الشباب في مختلف ولايات السلطنة، والحمد لله رب العالمين. هكذا إذن تنتهي فعاليات معسكر شباب الأندية بمحافظة ظفار، على أمل أن تأتي مثل هذه الأنشطة الرياضية لتنمية قدرات الشباب. لبرنامج مساء المهرجان. حياكم الله من جديد متابعينا الاحبة، تحية لكم وتحية للجمهور الحاضر معانا، ان شاء الله تكونوا مستمتعين مع فن السيف. وهكذا هي فعاليات مهرجان صلالة السياحي بتنوعها بجمالها متنوعة للجمهور الكريم الذي يحرص دائما على زيارة هذا المهرجان الاجمل بفعالياته وبضيوفه الذين ينورونا طبعا من خارج السلطنة. المسرحيات لها دور كبير وتقام بشكل سنوي، طبعا مسرحيات هادفة كوميدية وفيها نجوم سواء كانوا من الغالي عمان أو أخواننا الأشقاء النجوم من مختلف دول مجلس التعاون. في مسرحية كبيرة قادمة منتظرها جمهور كبير، زمان كل يوم، يعني زمان أول أتوقع. راح نأخذ التفاصيل مع ضيوفنا. يسعدني أن تكون معي الأستاذة النجمة هيفاء حسين. مساء الخير. أهلا، مساء النور. الله يعطيك العافية، وتحية من الجمهور للأستاذة هيفاء. يا هلا وسهلا، حياة الله. الله يسلمك. وأيضا معنا الزميل خالد بن عمر شنفري. مساء الخير مخرج المسرحية. مساء النور، والله يعطيكم الصحة والعافية. الله يعطيك العافية. أستاذة هيفاء أرحبا في صلالة، طبعا أتوقع الزيارة السادسة أتوقع إلى صلالة، وأنت يعني مش غريبة علينا، دائما تتواجدي في كثير من الفعاليات سواء كانت في صلالة أو حتى نتابعك في كثير من الأعمال الجميلة. زمان كل يوم، ايش محضرين لهذه المسرحيه الجميله ان شاء الله راح تقدم للجمهور خلال الايام القادمه؟ طبعا اول شيء انا احب اقول ان انا وايد سعيده باني متواجده بين اهلنا وشعب عظيم مثل الشعب العماني، يعني هذه مو مجامله بس فعلا لنا جمهور جدا قوي ومعروفين باهل البساطه والطيبه، فاحنا نحب بصراحه ان نحتك فيهم بشكل مباشر. الشيء الثاني بالنسبه عن مشاركاتي او مشاركتي في المسرحيه، هي طبعا اول مشاركه لي، اول عمل مسرحي اقدر اقول عنه تجاري او جماهيري بالاصح، يعني اكثر من تجاري، لانه معروف ان مسرحيه تجاريه معناتها يعني ما تكون هادفه وشي، بس هي مسرحيه هادفه وجماهيريه. نتكلم، انا ما بتكلم عن تفاصيل عشان اترك الموضوع حق المخرج، بس اكيد انا وايد مستانسه بالمشاركه هذه من اول ما كلمني استاذ عماد وهو كاتب طبعا المسرحيه، نوجه له تحيه. اول ما كلمني
استمتعت باتصاله لأن قلت يس هذه فرصة عشان ألتقي بالجمهور العماني بشكل مباشر. الشيء الثاني شوي ضايقني مسألة أني أكون ضيفة في المسرحية. قلت له لا ضيفة أنا ما أبي، أنا أبي أتواجد طول العمل يعني صحيح. من كثر ما أنا فعلا مشتاقة لأني أكون متواجدة يعني بينكم. فالحمد لله يعني قريت الناس وحبيت الفكرة، عمل هادف وأنا أحب الأعمال يعني أتواجد في أعمال هادفة أكثر من أكون بس متواجدة اسم يعني. أستاذ هيفاء يعني البحرين، ملكة البحرين الحبيبة اللي نوجه لها التحية، ترى هذه منا وفينا يعني مع السلطنة أكيد. هي أخت مش مجرد شقيقة، مش مجرد بلد تجمعنا أرض واحدة. فوجودك أنت ما متواجدة، أنت أصلاً بين أهلك وناسك حبيبة قلبي، ووجودك عزيزتي أصلاً نوجد وشاهدناه وحبت الجمهور العماني من خلال الشطرنج، من خلال حلم السنين كدراما عمانية كمسرح. أنا متأكدة أن الجمهور راح يكون رائع معاكم غدا إن شاء الله. إن شاء الله إحنا نتمنى والله إن شاء الله بإذن الله راح يكون كذي. عموما 4 أيام أخذتوها في بروفات جدا يعني مضغوطين فيها. شوفي بقول لك شغلة، أنا يعني متعودة أن في الأعمال المسرحية إذا حق مهرجانات مو بقل من شهر ونص صح. أقل شيء يعني، وإذا يعني مسرحيات الجماهيرية هذه حق المناسبات والأعياد وكذي يعني على الأقل يعني أقول لك يعني هذه بروفات قليلة أسبوعين. فأنا هني قاعدة أنضغط ويا أستاذ خالد، أنا أعتبرها 3 بروفات فقط لأن الرابعة جنرال. أيوة لأن أنت وصلت الحمد لله على سلامتك عموما بالسر، الله يسلمك وإن شاء الله العرض باكر إن شاء الله. بس ترى شوفي لما يدخل النجم وسط الجو ما أتوقع أنه راح يكون صعب، خصوصا يعني المخرج أستاذ خالد بن عمر الشنفري جميل لو أنت تضيف لنا هذه النقطة، لأن في النهاية هي نجمة فعلا ولكن احتكاكها بشباب وخصوصا شباب مسرحي من ظفار يعني ممكن قد تكون هناك نوع من الرهبة، لكن انتقائك للممثلين سيسهل الكثير والبروفات كانت خير دليل. فكيف كانت البروفات؟ كيف كان انتقائك للممثلين المشاركين؟ والله ترى في البداية يعني ما شاء الله الأخت هيفاء في إمكان ما شاء الله عليها تكذب الجمهور ولها صيتها ولا يسمها ما شاء الله عليها. نعم. فطبعا هو انتقائنا الممثلين بحرص خاصة في فرقة صلالة، أبدا ما يتم الاختيار عشوائي، بالعكس أنه في مجلس إدارة واتفاقات من اللي يكون إلى آخره. هذا العمل بالذات يعني وكعادة لفرقة صلالة أنه تم اختيار إن كان في كتابة النص، وأنا أقدم الشكر والتحية للأستاذ عماد في اختياره للموضوعية اللي في هذا العمل مسرحية زمان كل يوم، وأيضا في اختيار أبطال الممثلين اللي يجسدون الشخصيات اللي بتتواجد على الخشبة بكل حرفنا يعني. فطبعا خلينا ندخل في تفاصيل المسرحية خالد، طبعا ما بخبركم بالتفاصيل. زمان كل يوم يعني أتوقع أنه زمان أول، هل أنتم بتعالجوا قضايا أو في مقارنة بين القديم والماضي؟ وحبينا نعرف تفاصيل ولو القليل إن شاء الله. دعاية للشباب اللي يتابعونا. والله شوف طبعا الكل يعني جميع المسرحيات اللي موجودة بتقدم قضايا بدون أدنى شك، ولكن في هذا العمل أنا اللي يعني جذبني أنه الحمد لله بعد ما تم طرح كثير من القضايا من كثير من المسرح الفرق اللي موجودة أشوف أنه ما شاء الله بيتم وجد حلول لها. فهناك يعني ارتأى توقع المؤلف أنه في إشكالية يعني عظمى موجودة ممكن هي تكون حل أساسي لتقريبا يعني لجميع يعني ممكن أقول المشاكل إذا صح التعبير، هي النفوس، هي مشكلة النفوس. يعني أنا أتوقع إذا تغيرت النفوس وتصافت النفوس وهذا الموضوع الرئيسي عندنا، أتوقع أنه الحلول كانت كثيرة لكثير من المشاكل الموجودة. دائما الناس تحط اللوم على الزمن. أيوة يقولون زمان أول تغير يعني الحين ما عاد الزمن مثل أول. هو الموضوع مو في الزمن ترى، في الناس نفسها. صحيح. كل ما مثل ما قال أستاذ خالد كأنكم تبى تقولوا أن الزمن ما يتغير. بالضبط يعني تتغير. الناس هي إذا عادت هي نفسها الناس الأوليين، فأكيد الزمن راح يرجع يعني. بس بعد يعني لكل زمن هناك نوع من الحلاوة. يعني الزمن الأول له ميزاته وجمالياته، وهالزمن لا تقول زماننا ما حلو. هو طبعا مثل ما تفضلت الأخت هيفاء، هو الزمن مثل ما هو يعني الحمد لله والشكر نحن بنعيش
في لحظات في فترات جميله جدا. الله يرجعه بالسلامه ويحفظه صاحب الجلاله سلطان قابوس. امين يا رب. طبعا الجمهور الله اكبر. نعم هذا الاب. نعم وفقط هي هم في البشر في البشر وفي النفوس، لكن ان شاء الله هذه كلها راح توصل برسائل جدا قويه ومباشره باحتكاككم مباشر مع جمهورنا. كمسرح هي التجربه الاولى، كحضورك وزيارتك لصلاله هي ليست الاولى، والله تحيه الجمهور لك كبيره. والله هي مو بس تحيه من الجمهور، انا بعد شخصيا احيي كل جمهور اللي موجود اليوم، وعلى راسي والله كلكم حضوركم يشرفني والله. احنا مرتبطين ايضا بالمسابقه الان مباشره تكون معانا، سعيدين جدا. الوقت ضيق معانا، ان شاء الله متابعين هذه دعوه ايضا للمشاهدين الاحبه والجمهور الحاضر معانا. نشكر معاكم احبتنا الكرام النجمه الفنانه هيفاء حسين، وايضا النجم الاستاذ خالد بن عمر الشنفري مخرج المسرحيه مسرحيه زمان كل يوم. تحياتي لكم بالتوفيق ان شاء الله لكل طاقم العمل. الله يسلمك، وانا اشكركم وصراحه اشكر يعني كل اللي وراء الكواليس. يمكن احنا الممثلين اكثر شيء اللي مبان يعني في الصوره على المسرح، لكن اكل مخرج ترى انتم ماخذينه من وقت البروفا على فكره. فشكرا شكرا لكم والله. الله الشكر لله والشكر لكم، اكيد تاخذوا راحتكم ترجعوا لبروفاتكم موفقين ان شاء الله. في عرض غد ان شاء الله 27 راح يبدا عرض مسرحيه زمان كل يوم، وراح يستمر لمده 5 ايام، والليله العرض النهائي للنجم طارق العلي، وايضا لمجموعه من النجوم والاسماء الجميله. وان شاء الله بعد انا ما والله تحصلوا فرصه انكم تشوفوا، بس اذا ما شفتوهم انا بطلب عندكم طلب واحد بس، اريدكم بس تشوفوا استاذ طارق العلي وهو يرقص البرعة من الفنون العمانية على مسرحنا. نتابع مع نجومنا وجمهورنا النجم طارق العلي. يا ناس ما حد يكلمني، البرد والقوع قاطعني، كله من العشق عذبني، مثل القمل طاح جمله يا كوسة هبل. يا ناس ما حد يكلمني، البرد والقوع قاطعني، كله من العشق عذبني، مثل القمر طاح جمله يا كوسة هبل. احد يا خلي لحد حاله، ادخل ما معي دله، خسر بروحي وبيع المال، خل العذاير يا رجال، الحصن مزبون برجاله يا كوسة هبل. وحياكم الله من جديد متابعينا الاحبه، وتحيه لجمهورنا. احب اسمع تحيه منكم. نبدا مع الان البيئه البدويه او فن هبوت الباديه، ترحيب لاهل الباديه خاص. يا سيدي الله معك دايم يا صورك، رحنا العساكر والجنود، رحنا العساكر والجنود، وسلامنا اول كلام، يا نسل الكرام، ارواحنا نتلهج، ارواحنا نتلهج، يا سيدي الله معك دايم يا صورك، رحنا العساكر والجنود، رحنا العساكر والجنود.
يا حي بأهل البادية. ونبدأ في هبوط البادية، والمتسابق الأول ماهر بن سالم بن محمد الحمار الكثيري. تحية لماهر، ونرحب الآن بالمتسابق علي بن عوبد بن ناصر الحمار الكثيري. تحية. يتفضل معنا المتسابق غازي بن محمد بن سالم الحمر الكثيري. تحية لشباب البادية، يعطيكم العافية، مبدعين. نرحب بالمتسابق التالي علي بن محمد علي الحمار الكثيري. حزب قتل تاريخ وقدامك.
من بعد علي يتفضل معنا المتسابق قبل الأخير الخطاب بن أحمد بن سالم الحمر الكثيري. شكرا الخطاب يعطيك العافية. آخر متسابق معانا من هبوت البادية نرحب بناصر بن محمد بن سالم الحمر الكثيري. بالتواصل مع أصحابي في الخارج فأعطتني المفتاح لفعله. ها هم الآن كأنهم أمامي، أتواصل معهم دوليا بنفس الدقائق المحلية. عزيزي السائح، تمهل في القيادة أثناء زيارتك لمحافظة ظفار خلال موسم الخريف نظراً لكثرة الضباب ووجود الحيوانات العابرة لمسارات الطرق. مع تحيات وزارة السياحة. هدايا كثيرة مع برنامج مكاسب من عمان تل. احصل على مكالمات مجاناً، الانترنت مجانا، رسائل نصية مجانا، تخفيضات على الفواتير، قسائم شرائية.
مرحبا بك في عالم من المزايا مع برنامج مكاسب من عمان تل. للتسجيل اتصل على نجمة 224 مربع أو تفضل بزيارة www.omantel.org. مشاهدين الكرام، متابعي برنامج مساء المهرجان، يا مرحبا ويا حياكم بجولة جديدة. وجولتنا اليوم جولة بطعم الفواكه الاستوائية والورد والزهور والحدائق. واليوم احنا في معرض الحدائق والمزارع السلطانية الأول التابع لشؤون البلاط السلطاني، ومثلا بشؤون الحدائق والمزارع السلطانية. راح تستمتعون اليوم مع يعني مجموعة مختلفة من الفواكه المتواجدة، ونتعرف عن المزارع، ونتعرف عن أنواع الفواكه والفواكه الاستوائية. تفاصيل أكثر بيكون لنا مع لقاء مع أحد المسؤولين في هذا المعرض، وحياكم الله. مستمرين معكم مشاهدينا طبعا، واحنا اليوم سؤالنا عن مكتب حفظ البيئة التابع لديوان البلاط السلطاني. والسؤال يقول: تشتهر محمية رأس الشجر الطبيعية بانتشار أشجار أشجار إيش؟ السمر أم النرجيل أم الرمان؟ السمر. أشجار السمر. السمر. والسعدي يقول أن السمر طبعا تشتهر هي بحمية رأس الشجر الطبيعية بانتشار بالفعل أشجار السمر. وإجابتك الإجابة الصحيحة. أرجع تعطيني كلهم مع بعض مع بعض مع بعض. الجائزة الأولى طبعا مكتب حفظ البيئة التابع لديوان البلاط السلطاني يقدم لك 50 ريال، ألف مبروك. أكليل للأحذية قدموا لك طبعاً كوبون، ألف مبروك. الحمام الشرقي قدموا لك أيضاً كوبون، ألف مبروك. عطر الكون هذا طبعاً مقدم من بورفيوم جاردنز، والعطورات مصنعة حصرياً لصلالة، موقعهم في المعرض، ألف مبروك. سعدي مشكور بالتخاشم. أحمد تعرفوا شجر هذه؟ معروفة شجرة اللبان، وتشتهر بها محافظة ظفار. ظفار جميل. ايش رايك بالروائح الجميلة فيه؟ راحت انا روائحها روعة وجميلة. انا اول ما دخلت كان ودي اني اخذ واعمل تجربة، هم عاملين ايضا مكان في اي شفتهم زرت وتذوقت اختلاف يعني اختلاف ايه. السؤال يقول: يوجد نوعان من الغزلان في السلطنة، ما هما؟ طبعا المهل العربي، الغزال العربي، والغزال الرملي. نعم العربي والرملي. والرملي بالفعل اشتهر نوعان، يوجد نوعان من الغزلان في السلطنة، ما هما؟ الغزال العربي والغزال الرملي. أعطيني واحدة. الجائزة الأولى طبعا فزت معنا ب50 ريال مقدم من مكتب حفظ البيئة. الجائزة الثانية طبعا من أكليل للأحذية، ألف مبروك. والحمام الشرقي أيضا يقدموا لك كوبون، زايد عندنا كومون مقدم من بورفيوم جاردنز عبارة عن عطر الكون، ألف مبروك، موقعهم في المعرض. شكرا لك. مشاهدينا طبعا كل الشكر لمكتب حفظ البيئة. معلومتين جميلات عن تشتهر رأس محمية رأس الشجر الطبيعية بالسمر، ويوجد نوعان من الغزلان في السلطنة، هو الغزال العربي والغزال الرملي. كل الشكر لمكتب حفظ البيئة التابع لديوان البلاط السلطاني، وكل الشكر لأكليل وكل الأحذية، وكل الشكر لبورفيوم جاردنز، وكل الشكر للحمام الشرقي. لنا جولات ثانية، ترقبونا. مع السلامة. أمي
تحية مسائية مجددة لكم مشاهدينا الأحبة في مساء المهرجان. واليوم فن السيف مسابقة يتنافسوا عليها، بس احنا بعد عندنا مسابقة خاصة لجمهور جدا رائع يزدحم معنا، لذلك لأن هذا الجمهور كبير يستاهلوا مجموعة من الجوائز لهم مقدمة من أكثر من جهة. مستعدين يا جمهور؟ أسمع أيوة ولا لا؟ يعني أروح؟ قول أيوة. والله قبل شوي حماس وش حلا، تنزل على الأقل تحية، نسمع تحية. يلا حلو زين. أنا موجودة اليوم في قسم العوائل وراح أسأل سؤال، واللي يجاوب على السؤال راح ياخذ الجائزة، بعدين بقول لكم ايش الجائزة. الحين نبدأ السؤال. سؤال يا نساء يا عوائل، يقول متى افتتح مهرجان صلالة السياحي عام 2014 ومتى كان الختام، متى سيكون الختام؟ متى كان الافتتاح؟ متى سيكون الختام؟ مسرح المرور. ايوه في مسرح المرور. لا التاريخ. تاريخ ايوه، تاريخ افتتاح المهرجان وتاريخ الانتهاء. بعيد. اسمع الاجابه. 6/9. هذا ايش؟ تاريخ ايش؟ تاريخ الانتهاء. تاريخ البدايه. بدايه ايوه. انا ما اقول لي صح ولا غلط الا اذا اعطيتيني الشقين. عاد والله يوميا يومين، خلوني بنعطي حق اللي موجودين فوق. ها؟ 8/8 خطا. يلا 21/7 خطا. نسمع 2/8. لا 5. لا 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 ولا والله ما في 7 ابدا، مش شهر 7. كم؟ 5/8. 5/8. لا 1/8. ها؟ 1/8. 1/8. لا قربت. هو في شهر 7. 7/8. اخر 7. 7/8 ولا 7/8. والله انا اسمع اكثر من الاجابه، بس لحظه بنعطيك الواحد. 10/7. لا اخر 7. 31/7. 31/7. قربتي بس مش 31. 30/7. زين والختام؟ ها؟ والختام؟ 31/8. 31/8. اوه 31/8 وين؟ 8/2. بس حزيزتين نجلس. ايوه 31/8. ايوه والختام؟ ايوه 6/8. لا 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 والله ما اسمع. بس لحظة بس دخيلكم على راسي، بس اسمع لي جاي إذا ما غلط والله يتعندد. 6/9. 6/9. والافتتاح متى؟ عشان أتأكد. ها 30/7. أها هي قالت 30/7 الافتتاح والختام. 6/9. 6/9 صح؟ صح؟ أسمع تحية. صح والله صح. هذه الإجابة الصحيحة. عموما ألف مبروك، 50 ريال عماني مقدمة من إدارة مهرجان صلالة، وأيضا قسيمة شرائية من بيرفيوم جاردنز، محلهم موجود في معرض الاستهلاكي بمركز البلدية قيمة 22 ريال. بس ما عرفنا اسمك. منى المعشني. ألف مبروك عزيزتي منى. هذا السؤال من قسم العوائل عند الرجال، صوبك يا عبد الله ونسمع سؤالك. شكرا صوصن يعطيك العافية. صعبت السؤال للجمهور، الناس ما عارفين التاريخ. ما علي، أنا عندي سؤال سهل جدا واخترت ضيف مميز جدا واريد اسمع تحيه مميزه جدا. السلام عليكم. السلام. ايش اسمك؟ فايل على قطر. والنعم، تحيه لفايل. يا فايل انا عندي سؤال سهل، ايش اسم الفن اللي يقدموه اليوم؟ فن ايش؟ فنان الهبوط. تحيه لفايل، اجابه صحيحه. 50 ريال مقدمة من إدارة مهرجان صلالة السياحي، وأيضا مقدمة من برفيوم جاردنز عطور. يعطيك العافية فايل، وإحنا متواصلين معاكم. شكرا لفايل، ونرحب بهبوت الريف. تحية لهبوت الريف. الصف. إسلامنا أول كلام يا نسمة الكرام، أرواحنا نتله نجود، أرواحنا نتله نجود، يا سيدي الله معك دايم يا صوت، واحنا العساكر والجنود، واحنا العساكر والجنود، إسلامنا أول كلام يا نسمة الكرام، أرواحنا نتله نجود، أرواحنا نتله نجود، يا سيدي الله معك دايم يا صوت، واحنا العساكر والجنود، واحنا العساكر.
العساكر والجنوب وسلام على أول كلام يا نسمة الكرام أرواحنا نجلة نجوم يا مرحبا باللي وصل أهل الكرامة والنزل باللي بهم يرغب مثل مرجال من عز الطرم مرجال من عز الطرم يا مرحبا باللي وصل أهل الكرامة والنزل باللي بهم يرغب مثل مرجال من عز الطرم مرجال من عز الطرم عزو صلالة بالوصال في حلو الليال عزو صلالة بالوصال في حلو الليال أحلى الطبيعة والجمال وروى بالجبال أحلى الطبيعة والجمال وروى بالجبال الريف وهبوط الريف له جمهوره ومتابعينا ايضا. والحين نرحب بالمتسابقين فردا فردا. والمتسابق الاول عامر بن محمد بن سالم الفرعمي. شكرا يا عامر. نرحب بالمتسابق التالي مسلم بن احمد سعيد بيت سعيد. والآن معنا المتسابق محمد بن سالم بن سهيل البرعمي. من أول وتالي
تحية لمحمد. الآن نرحب بحامد بن علي محات قطن. يتفضل معنا المتسابق عبد الله بن مسلم بن سالم العمري. شكرا عبد الله، يعطيك العافية. الآن نرحب بالمتسابق طارق بن أحمد بن محمد البرعمي. والختام رائع مع الثنائي سالم بن مسلم بن محاد العمري وعامر بن محاد بن سعيد العمري. Oh no.
هبوط الريف هو ختام فن السيف والمسابقة لهذا المساء، بالتوفيق جميع المتسابقين مع تقييم لجنة التقييم، والمنافسة النهائية ستكون الحلقة القادمة، والحلقة النهائية ستكون إن شاء الله فيما بعدها. فعموما نذكركم للتواصل مع برنامجنا عبر هاشتاغ مساء المهرجان، ولمتابعتنا بأدق التفاصيل ومشاهدتنا عبر موقعنا www.tv.com. سعدنا بتواصلكم هذا المساء، والمساء يتجدد غدا إن شاء الله، فتابعونا. كل تحية لكل من شارك معنا من المتسابقين، وأيضا شكرا لجنة التحكيم، الشكر لهذا الجمهور الرائع اليوم المتواجد معنا. بكرة إن شاء الله نلتقيكم، واختام مسابقة السيف إن شاء الله راح تكون يوم السبت القادم، فإلى هذا الموعد، وبكرة إن شاء الله يتجدد كالعادة موعد مساء المهرجان. دمتم في أمان الله، وإلى اللقاء.